قواعد الاختصاص القضائي. قواعد الاختصاص هي القواعد التي توزع الدعاوى والمنازعات المدنية على المحاكم المختلفة. وقانون المرافعات بيقسم قواعد الاختصاص لأربع أنواع. النوع الأول قواعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي، وهي القواعد المتبعة لتوزيع الدعاوى والمنازعات على جهتي القضاء، بحيث تنظر جهة القضاء الإداري المنازعات والدعاوى الإدارية، بينما تنظر جهة القضاء العادي المنازعات والدعاوى الأخرى. وخد حضرتك خط تحت كلمة الأخرى، لأن النتيجة المترتبة على ذلك أنه إذا لم نكن بصدد نزاع إداري يعرض على محاكم مجلس الدولة، في هذه الحالة هنلجأ إلى جهة القضاء العادي. مصر يا جماعة من الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، بمعنى إن هناك جهة قضاء تسمى جهة القضاء الإداري وجهة أخرى تسمى جهة القضاء العادي. القضاء الإداري ممثل في مجلس الدولة، بينظر الدعاوى والمنازعات الإدارية، بينما جهة القضاء العادي تنظر الدعاوى والمنازعات الأخرى. دي قواعد الاختصاص الولائي. قواعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، من القواعد المتعلقة بالنظام العام. النوع الثاني من قواعد الاختصاص قواعد الاختصاص النوعي، وهي القواعد التي توزع الدعاوى والمنازعات على المحاكم بناء على نوع الدعوى. زي ما قلنا لحضرتك كده من شوية إن المحكمة الجزئية هناك دعاوى تنظرها بناء على نوعها، زي دعاوى صحة التوقيع، زي دعاوى تسليم العقار الأصلية، زي دعاوى اسمة المال الشائع، ودعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات. دي كلها حضرات دعاوى بتنظرها المحكمة الجزئية حتى لو زادت قيمتها عن 40,000 جنيه. قواعد الاختصاص القيمي ده النوع الثالث. يبقى عندنا حضرات قواعد الاختصاص الولائي، قواعد الاختصاص النوعي، قواعد الاختصاص القيمي. بناء على قواعد الاختصاص القيمي بيتم توزيع الدعاوى والمنازعات على المحاكم الجزئية والابتدائية حسب قيمة الدعوى، حيث الدعوى التي تقل قيمتها عن 40,000 جنيه تعرض على المحكمة الجزئية، بينما الدعوى التي تزيد عن 40,000 جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة تعرض على المحكمة الابتدائية. هناك نتيجتين. النتيجة الأولى إن قواعد الاختصاص النوعي وقواعد الاختصاص القيمي من القواعد المتعلقة بالنظام العام، شأنها في ذلك شأن قواعد الاختصاص الولائي.
بمعنى يا أستاذ إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بعدم الاختصاص القيمي لا يسقط بالكلام في موضوع الدعوة. يستطيع الخصم أن يتمسك بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي في أي حالة تكون عليها الدعوة، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم. النتيجة الثانية إن قواعد الاختصاص النوعي يجب تقديمها على قواعد الاختصاص القيمي. تاني، قواعد الاختصاص النوعي يجب تقديمها في التطبيق على قواعد الاختصاص القيمي، بمعنى حضرات أنه لا يجوز أن نلجأ إلى قواعد الاختصاص القيمي إلا إذا لم يوجد حل في قواعد الاختصاص النوعي. النوع الرابع والأخير من قواعد الاختصاص هي قواعد الاختصاص المحلي، وهي القواعد التي نلجأ إليها لمعرفة مكان المحكمة. يعني يا أستاذ بعبارة أخرى، النوعي والقيمي بيحدد لحضرتك نوع المحكمة، هل هي محكمة جزئية ولا محكمة ابتدائية؟ بينما قواعد الاختصاص المحلي بتحدد مكان المحكمة، بعد ما حضرتك بتتوصل إلى نوع المحكمة، هل هي ابتدائية ولا جزئية؟ تتدخل قواعد الاختصاص المحلي لتحدد مكان المحكمة بحيث توصل إلى المحكمة المختصة في نهاية الأمر.